الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حق النظريات نمو growth theories نموذج اتساق التدفق المخزون stock flow consistent model SFC model. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا. على بركة الله نبدأ. نموذج اتساق التدفق المخزون. يعد هذا النموذج من أعقد النماذج الاقتصادية الكلية بسبب كثرة المتغيرات والمعادلات الداخلة فيه وتعدد النماذج التي طورها الباحثون الاقتصاديون بناء عليه، فوصل عددها إلى هذه اللحظة على الأقل حسب علمي كباحث في موضوع الاقتصاد إلى آلاف، ولا يوجد منها أي نموذج استخدم بيانات حقيقية. لنفترض بأن الاقتصاد مغلق في النموذج المقترح يتكون من 4 قطاعات: الأسرة أي العائلة بمعناها الاقتصادي التي تملك البضائع وتنفق على الاستهلاك، المنشآت التي تنتج سلعة واحدة وتبيعها بسعر ما، المصارف أي البنوك التي تقبل الودائع من الأسرة وتمنح القروض إلى المنشآت والحكومة، وأخيرا الحكومة التي تصدر أذونات الخزينة. تعريف التدفق والمخزون. يعرف التدفق فلو لمتغير ما حسب النظرية الاقتصادية اللهم بأنه حركة المتغير الاقتصادي خلال فترات زمنية متلاحقة، كأن نقول الدخل الشهري، الاستهلاك السنوي، الصادرات الربعية وهكذا. أما المخزون فيعرف لمتغير ما حسب النظرية الاقتصادية بأنه المجموع التراكمي للمتغير، كأن نقول مخزون رأس المال الذي يتكون من تدفقات متتابعة من الاستثمار. الآن لدينا هنا تدفق الدخل والأرباح، تدفقات كل فترة زمنية، كل سنة، كل شهر، كل ربع وهكذا، فهذا مخزون الثروة في الاقتصاد، وبالتالي هنا هذه التدفقات الزمنية وهنا المخزون الذي يتراكم عبر الزمن. المطلوب أن يتسق مجموع التدفقات هذه مجموعها أن تتسق مع المخزون، بمعنى آخر أن تتساوى المجموع مع المخزون في النهاية. تهمنا في هذا النظام النموذج الموجودات الكلية aggregate assets والمطلوبات الكلية، وكأننا ننظر إلى balance sheet أو فعلا في قائمة أصول مالية أو أرباح أو ما شابه لمنشأة ما، فننظر إلى جانب الموجودات وننظر إلى جانب المطلوبات، لكن هنا ننظر إلى الموجودات الكلية في الاقتصاد كله والمطلوبات الكلية في الاقتصاد كله، وأن تكون طبعا هنا الموجودات متسقة مع المطلوبات، الموجودات الكلية متسقة مع المطلوبات الكلية في الاقتصاد. الآلة الاقتصادية في هذا النموذج الذي اعتمدته من بين عشرات النماذج التي راجعتها تعتمد الآلة على الائتمان كريدت بشكل كامل، تدفع أثمان الصفقات بواسطة الشيكات، تدفع المصارف أي البنوك فائدة على الودائع التي تتلقاها من الأسرة مساوية للفائدة التي تتلقاها على أذونات الخزينة، تجني المصارف أرباحها من فوائد القروض الممنوحة إلى المنشآت، تحافظ الأسرة على ثروتها على شكل ودائع، لا تدفع المصارف أي الضرائب، توزع المصارف كل أرباحها أي أن قيمتها الصافية نت وورث تساوي صفرا، وأخيرا تمول الشركات استثماراتها بواسطة القروض وإصدار الأسهم والأرباح المدورة. ينبني النموذج المقترح في هذا المقطع على المبادئ الأساسية التي وظفها عالم الاقتصاد جودلي الذي كان من أوائل من استخدم النموذج بصيغة مختلفة عن أصله. الطالب الفعال هو الذي يقود النمو. الفكرة الثانية تتكيف الكميات حسب الظروف التي تسود وتتحكم بمسار المتغيرات الكلية كالاستثمار والادخار والاستهلاك نفقات الحكومة وما شابه. يتعلق تحديد السعر السائد في الاقتصاد طبعا هنا بتوزيع الدخل. هذه الافتراضات البسيطة هي من بنات أفكار كينز، افتراضات كينز في النظرية العامة. الآن افتراضات أخرى يتضمن ترابط، طبعا هذا النموذج اتساق التدفق المخزون يتضمن ترابط التدفقات في الاقتصاد مع المخزون الذي يتحقق فيه.
تتحرك المتغيرات حسب قانون الحركة Law of Motion الذي يتبناها، سوري بعتذر عن خطأ الطباعة هنا، يتبناها الاقتصاديون المولعون بمثل هذه النماذج لتحقق هذه المتغيرات، تتحرك حسب قانون الحركة لتحقق نسبة معينة من الدخل إلى الثروة أو ما يسمى Income Wealth Ratio للأسرة العائلة بمعنى الاقتصادي. طبعا لنتذكر نموذج سولو الذي يذكر كذلك الأمر ما يسمى Law of Motion أو قانون الحركة، حيث حركة رأس المال تتحرك أو رأس المال يتحرك نحو ما يسمى بالسيدي ستيت أو الحالة الثابتة، ثم ما يسمى بالجولدن رول أو ما يسمى باللغة العربية القاعدة الذهبية. فالشيء ذاته هنا يحدث أن هذه المتغيرات تتحرك حسب قانون الحركة في طبعا النموذج الاقتصادي كي تحقق ما يسمى نسبة معينة من الدخل إلى الثروة. كذلك الأمر تتحرك المتغيرات حسب قانون الحركة لتحقق نسبة مرغوبة من رأس المال إلى الإنتاج Capital Output Ratio حسب نموذج طبعا هارولد دومر هنا، وتتحرك المتغيرة حسب قانون الحركة لتحقق مخزون معين من دين الحكومة Government Debt. وأخيرا هناك ديون أجنبية في حالة انفتاح الاقتصاد، لأنه افترضنا بأن الاقتصاد مغلق، لكن في حالة أن الاقتصاد منفتح بيكون في عندي ديون أجنبية لأن الحكومة أو المنشآت تقترض من الخارج كي تتوسع بنشاطات الاقتصادية، إما استثمار أو على شكل نفقات بالنسبة للحكومة. مثال على الميزانية الكلية التي ذكرناها الآن. الميزانية الكلية للقطاعات المؤسسية عندي هون Aggregate Balance Sheet of the Institutional Sectors اللي هي قلنا القطاعات، الأسرة، الحكومة، البنوك والمنشآت. فعندي الآن مكونات الميزانية الكلية كما يأتي. عندي الميزانية الكلية Aggregate Balance Sheet، طبعا هنا المكونات هي المؤسسة هي الأسرة، العائلات أو الأسر، المنشآت، المصارف، الحكومة. وهنا نجمع احنا الصفوف والأعمدة حتى نتحقق من أنه مجموع تدفقات متسقة مع المخزون النهائي. فعندي الودائع المصرفية الآن. الأسر هي التي تمتلك الودائع في المصارف أو في البنوك. ما يعني الآن الإشارة موجبة بأن هذا من الأصول التابعة للأسر، لكنها liability أو مطلوبات بالنسبة للمصارف، وبالتالي جمع دي مع دي، هذه موجب وهذه سالب، بعطينا صفر اللي هو مجموع الصرف. القروض المصرفية، المنشآت تقترض وبالتالي عليها عبء liability أو ما يسمى مطلوبات، لكنها مطلوبات بالنسبة للبنوك، هنا عبء موجودات بالنسبة للبنوك ومطلوبات من الشركات، فالمجموع يساوي صفرا. عندي أذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة بيكون عبء عليها، المصارف التي تشتريها وبالتالي هذه تشطب هذه وبيكون المجموع صفر. السلع الرأسمالية هنا الوحيدة التي تتغير في هذا النموذج البسيط الذي اخترته من بين عشرات النماذج، السلع الرأسمالية بيكون سعر رأس المال في كمية رأس المال في مخزون رأس المال بيعطيني كمية معينة أو قيمة معينة، وبالتالي هنا المجموع يساوي السعر في مخزون رأس المال، ما يعني بأن السلع الرأسمالية هي التي تحرك الاقتصاد في هذه الحالة. والحصة من الأسهم الإكويتي بنسميها إحنا الآن، الإكويتي مضروب في سعرها، هنا بالنسبة للأسر هي التي تمتلك المنشآت أو الشركات، بيكون عبء على الشركات، وبالتالي هذه موجودات بالنسبة للأسرة، هنا مطلوبات بالنسبة للمنشآت، وبالتالي هنا هذه زائد هذه تساوي صفرا. وأخيرا صافي القيمة النت وورث، مجموع العمود هكذا بيكون هو القيمة المتحققة للأسرة، هنا القيمة المتحققة للمنشآت، هنا المصارف لأنه البالانس شيت تساوي صفر، وهون في عندي الآن حكومة مديونة، وبالتالي آخر إشي مجموع الصف ومجموع العمود بساوي القيمة، مجموع القيمة للأسر للمنشآت اللي هو price of capital، السعر ضرب المخزون الذي يحرك النشاط الاقتصادي. نكمل عفوا. يمكننا تخيل مكونات النموذج المتكرر ما يسمى recursive system بلغة الاقتصاد القياسي، recursive system نموذج متكرر كما يأتي. لنفترض بأن Y ترمز إلى الدخل الكلي، و Y سب D إلى الدخل المتاح، و C ترمز إلى الإنفاق الاستهلاكي،
وجي إلى ترمز إلى الإنفاق الحكومي، وآي إلى الإنفاق الاستثماري، وتي إلى الضرائب، وسمول تي تي صغيرة إلى المعدل الحدي للضرائب مارجنال تاكس ريت، ودبليو تي اتش اللي ويلث إلى ثروة الأسرة، وام اس إلى مخزون النقود. الآن النموذج التقليدي الذي تعلمناه من الاقتصاد الكينزي أو النموذج الكينزي بنظرية عامة، Y تساوي C زائد I زائد G، Y تساوي C زائد I زائد G، هذا النموذج الكينزي البسيط. لكن C الآن دالة استهلاك غير تقليدية، لأنها تعتمد على الدخل المتاح A في Y صب D مضاف إليها B، اللي هي طبعا هنا Margin Propensity to Consume أو Average Propensity to Consume، الفرق ليس كبير هنا في هذه الحالة، زائد الميل الحدي للاستهلاك من قيمة الثروة في الفترة السابقة بالنسبة للأسرة، وبالتالي هنا دالة الاستهلاك غير التقليدية كما سميتها أنا في هذا النموذج. عندي الانفستمنت يتكون من L زائد E زائد باي، L اللي هي loans، وهنا equity اللي هي قيمة الأسهم المصدرة من قبل المنشأة، وباي هي أرباح المدورة، معنى الآن هي قروض زائد أسهم زائد أرباح، هاي بالنسبة للاستثمارات التي تقوم بها المنشآت. الآن تعريفات بالنسبة للواي دي، واي صب دي عندي الآن الدخل المتاح يساوي الدخل الإجمالي مطروح منه الضرائب. الضرائب تساوي المعدل الحد أو المعدل الحدي للضريبة مضروب في الدخل. التغير في مخزون النقود يساوي إنفاق الحكومة مطروح منه الضرائب. التغير في ثروة الأسرة يساوي الدخل المتاح مطروح من الاستهلاك. الثروة نفسها تساوي الثروة في الفترة السابقة زائد ما يتحقق لها في الفترة اللاحقة وما بعدها. الآن يعتمد حل النموذج على القيم الابتدائية التي تدخل فيه مثل أي نموذج رياضياتي آخر. مع الأسف الشديد هنا تعددت في الأدبيات الاقتصادية النماذج المختلفة التي نشأت عن النموذج الأصل الذي صممه عالم الاقتصاد الأمريكي كوبلاند في أربعينيات القرن العشرين الماضي طبعا، ولا يوجد في الأدبيات أي مثال عددي حصل صاحبه على حله، فكل النماذج التي وظفها الاقتصاديون كانت نظرية باستثناء بعض النماذج التي استخدم فيها الباحثون قيم افتراضية وقاموا بعملية محاكاة بسموها simulation بلغة الاقتصاد القياسي، محاكاة المتغيرات للوصول إلى حل مقنع نظريا وعمليا، لكن لا يوجد أي أرقام. مع الأسف الشديد لابد من توافر كمبيوتر وشخص يجلس وراء هذا الكمبيوتر ويضع البيانات المناسبة ويحاكيها، يدخل قيمة استهلاك معينة، قيمة MPC معينة، قيمة Average Propensity معينة، قيمة استثمار معينة، حتى يصل إلى توافق أو اتساق التدفق مع المخزون. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن.